بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا لا يزال مستمرًا فيما يتعلق بجانب العلم، وقد سبق الحديث عن أهمية العلم وضرورة الإنسانية إليه. ونعرج في هذا الدرس إن شاء الله إلى حكم العلم بحسب اختلاف أنواعه، فإن العلم إما أن يكون دينياً وإما أن يكون غير ديني. وبما أن الحديث فيما يتعلق بجانب العلم الديني حديث يطول، فإننا نؤخره إلى ما بعد حديثنا عن العلم الذي لا ينسب إلى الدين الدنيوي، لأن المسافة مسافة الحديث فيه قصيرة، فلذلك نبدأ بما كانت مسافته قصيرة. العلوم الدنيوية إما أن تكون نافعة وإما أن تكون غير نافعة، وما كان غير نافع منها إما أن يكون ضاراً بالدين أو بالدنيا، وإما أن يكون غير ضار. فالعلوم النافعة لا ريب أن طلبها أمر فيه خير كبير، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في هذه الأرض من أجل صلته بالله تبارك وتعالى أولاً، ومن أجل إمارة هذه الأرض على النحو الأمثل ثانياً. ومن المعلوم أن إمارة هذه الأرض أمر يتطلب أن يكون الإنسان على بينة من تصرفاته، بحيث يتقي المضار ويحرص على المنافع. والإنسان هيأ الله سبحانه وتعالى منافع هذه الأرض بل منافع الكون بأسره، وهذا بين بقوله عز من قائل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يتمكن من الانتفاع بهذه المنافع، منافع هذه الأرض ومنافع هذا الكون، إلا عندما يكون على بينة من تصرفاته، بحيث يكون انتفاعه بهذه الموجودات انتفاعاً مبنياً على أسس علمية. فقد يسعى الإنسان إلى المنفعة، ولكن عندما يكون متخبطاً في طريقه
تكون النتيجة عكسية فتتحقق على يديه المضرة. فلأجل ذلك كان الإنسان بحاجة إلى أن يعرف كيف يتصرف من خلال انتفاعه بهذه الموجودات. ويؤكد ضرورة العلم إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما امتن على هذا الجنس البشري برفعه إلى هذا المقام العالي الذي رفعه إليه بحيث شرفه بالخلافة في هذه الأرض وآذن الملأ الأعلى بذلك، بيّن سبحانه وتعالى الخصوصية التي أودعها فيه، وهي خصوصية العلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لآدم وذريته هذه الخصوصية، خصوصية العلم، بحيث علم آدم أسماء هذه الموجودات، وعندما سأل الملائكة عن أسمائها أعياهم الجواب على هذا السؤال، إلا لأن طبيعة الاستخلاف في هذه الأرض تقتضي أن يتعامل الإنسان مع أجناس هذه الموجودات تعاملاً يحقق به المنفعة ويتجنب به المضرة. فلذلك كان الإنسان بحاجة إلى أن يعرف أسماء هذه الموجودات، ثم من خلال ذلك يستطيع أن يعرف خصوصية كل شيء منها، فيتعامل مع هذه الموجودات على أساس العلم الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه. أما الملائكة فإنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك لاستغنائهم عن هذه الموجودات. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى طبع الجنس البشري على التنافس في هذه الحياة والتسابق إلى خيراتها. فالجنس البشري لا يكاد يوجد جنس من أجناس المخلوقات يتنافس كتنافسه، فالبشر يتنافسون في شتى المجالات، وهذا التنافس يؤدي بهم إلى الكثير الكثير. فيؤدي بهم هذا التنافس إلى أن يطأوا على الفضائل وأن يرتكبوا المحارم وأن يرموا بأنفسهم في المخاطر وأن لا يبالوا بإهلاك بعضهم البعض. هذا أمر مشاهد، وهو وإن حصل في الموجودات الأخرى إلا أنه فيها نسبي محدود بخلافه في الجنس البشري. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى حياة البشر حياة همل، بل
فرض عليهم أن يؤطروا حياتهم في الإطار الشرعي، فكانت تصرفات الناس تصرفات مضبوطة وهم محاسبون عليها، فكل ما يأتونه ويذرونه يجب أن يكون في الإطار الشرعي بحيث يكون منسجما مع حكم الله تعالى. هذا أمر يقتضي أن يكون في هذا الجنس طائفتان من البشر، طائفة تنهج النهج القويم وتستمسك بحبل الله المتين، فهي على نور من ربها وبصيرة من أمرها، لا تقدم على شيء ولا تحجم عن شيء إلا ببينة فيما تأتيه وما تذر. هذه الطائفة هي الطائفة القائمة بحقوق هذه الخلافة في الأرض. أما ما عداها فتلك هي الطائفة الزائغة عن منهج الله، وهذه سبل متعددة لهذه الطائفة، فهي تنقسم إلى طوائف، لأن الحق يجمع ولا يفرق ويوحد ولا يشتت بخلاف الباطل، إذ سبيل الحق سبيل واحد وسبل الباطل سبل شتى، والله سبحانه وتعالى يحذر من اتباع تلك السبل فيقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطوائف التي يجمعها الباطل هي طوائف تتنافس فيما بينها وتتقاتل على باطلها وتتناحر من أجل تمكين سيادة هذا الباطل الذي تدين به في هذه الأرض. ولكن مع ذلك، بما أنها مجانبة لمسلك الحق، صار أمرها جميعاً من أمر الشيطان، فهي وإن اختلفت فيما بينها إلا أن على رأس كل سبيل من سبلها شيطاناً يدعو إليه، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً وقال: هذا هو صراط الله، ثم خط خطوطاً متعددة مختلفة متعرية وقال: هذه هي السبل، ما من سبيل منها إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليه. فهذه السبل يجمعها جميعاً أنها سبيل الشيطان، والصراط المستقيم هو صراط الله تبارك وتعالى. وبطبيعة الحال، مع هذا الاختلاف بين أصحاب منهج الحق وأصحاب سبل الباطل، لا بد من أن يكون بينهم صراع وأن يكون بينهم تنافس على البقاء في هذه الحياة وتسابق إلى السيادة فيها، فكل واحد يحرص على أن يكون منهجه هو المنهج السائد. أصحاب الباطل على اختلاف مناهجهم يحرصون على سيادة هذه المناهج، وأهل الحق مع توحد منهجهم يحرصون على أن يكون هذا المنهج هو المنهج السائد. وأهل الباطل على اختلاف مناحيهم وعلى تعدد مشاربهم في الحياة ومسالكهم فيها،
يجمعهم باطلهم في محاربة الحق. فلذلك كان التنافس بينهم وبين أهل الحق تنافس احتدام لا مثيل له، فالصراع بين الجانبين هو صراع مستمر. وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه منذ خلق هذا الإنسان وأمر ملائكته بأن يسجدوا له، فأصر إبليس على الإناد والمكابرة وآذن بالحرب وبين أنه يسعى إلى إغواء الإنسان وسائر ذريته إلى أن تقوم الساعة، ما على أولئك الذين لم يجعل الله تبارك وتعالى له عليهم سلطانا وهم عباده المخلصون. فالمعركة بين الجانبين معركة مستمرة، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فما إرسال الرسل وما إنزال الكتب إلا من أجل تحقيق عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تكون الحياة في هذه الأرض حياة وادعة مطمئنة، حياة يسودها الحب في ذات الله سبحانه وتعالى، حياة تؤدي بأصحابها إلى أن يقوموا بواجبهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى وبواجبهم فيما بين أنفسهم. وبما أن المعركة مضطرمة نارها بين الجانبين، فإن كل جانب من الجانبين يسعى إلى أن يبيد الجانب الآخر ويحرص على تسخير موجودات هذا الكون من أجل تحقيق ذلك. لأجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يعدوا لأعدائه الكافرين ما استطاعوا من عدة بمواجهة كفرهم وغلوائهم وباطلهم ومواجهة تآمرهم على هذه الفئة المؤمنة. فالله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن المعلوم أن لفظة ما هنا تفيد العموم، فهي من أدوات العموم عند الأصوليين، ويؤكد هذا العموم تفسيره فيما بعد بقوله سبحانه وتعالى من قوة، فتنكير قوة يفيد التنويع، أي سواء كانت هذه القوة من أي نوع من الأنواع، فإن الأمة المسلمة مأمورة بأن تعد العدة لمواجهة أعدائها، فهي مأمورة أن تتقوى بالسلاح وسائر الأعتاد الحربي، ومأمورة أيضا بأن تتقوى بجميع أسباب القوى التي تمكن لأهلها في هذه الأرض من مختلف الصناعات. ولذلك كان علم الصناعات الذي يمكن المسلمين من إنتاج الوسائل التي يدافعون بها عن أنفسهم ويحققون بها رسالتهم التي نيطت بهم في هذه الأرض، وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بشريعة الله سبحانه وتعالى، كان ذلك أمرا ضروريا إليه.
وهذه القوة تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون وسيلة من الوسائل في عصر من العصور قوة ترهب عدو الله وعدو المسلمين، ولكنها بتطور العصور واختلاف الأزمنة تصبح تلك القوة غير كافية، بل تصبح لا شيء في مواجهة القوة التي عند القوم الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إنما أراد عليه أفضل الصلاة والسلام أن يخبر عن القوة التي كان المسلمون مطالبين بها في ذلك الوقت. وهذا لا يعني أيضا أن تنحصر القوة في الرمي وحده، ولكن هذا من باب الرجل زيد، فإن إجادة المسلمين للرمي في ذلك الوقت كانت تعتبر قوة في مواجهة تحديات الكفر والكافرين. ومع اختلاف الزمن تتفاوت هذه القوة، وفي ذلك الوقت كانت هنالك قوة أخرى، فإجادة الضرب بالسيف ومراوغة العدو في حالة المبارزة بحيث يكون الإنسان على خبرة بفن القتال بالسيف وبغيره، بالضرب وبالطعن، كانت هذه الإجادة تعتبر أيضا قوة من القوى التي يحرص المسلمون عليها. ولكن العصور تطورت تطورا عجيبا، فحصل الرمي بغير السهام، بدأ الرمي بالآلات النارية الخفيفة وكذلك الثقيلة، وأخذت تتطور هذه الآلات تطورا عجيبا مذهلا قرنا بعد قرن، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. فلا يمكن الآن أن يقال بأن القوة المطلوبة التي على المسلمين أن يتقنوها هي مجرد الرمي بالسهام والطعن بالرماح والضرب بالسيوف، لأن هذه الأسلحة ما عادت تستعمل. وكيف يمكن لصاحب السيف والرمح والسهم أن يواجه الطائرات النفاثة وأن يواجه المدافع الثقيلة والدبابات المحصنة والصواريخ العابرة للقارات؟ لا يمكن أن يقال إن هذه القوة هي التي يطلب من المسلمين أن يتقنوها الآن، أي القوة التي كان عليها سلفهم. إنما عليهم أن يتطوروا مع تطور الزمن، وأن يتقنوا هذه العلوم التي أتقنها أعداؤهم، ليصلوا إلى ما وصلوا إليه أو يتفوقوا عليه. فإنهم مع تخاذلهم عن دراسة هذه العلوم وإتقان هذه الفنون تكون النتيجة نتيجة سلبية. ولذلك أصبح القرار اليوم بيد أعداء الإسلام، لأنهم أتقنوا ما لم يتقنه المسلمون، فاستطاعوا أن يتحكموا في أمر المسلمين وأن يدوسوا كرامتهم وأن يوجهوهم كيف شاءوا. هنا يأتي دور طلب هذا العلم، وقد سبق جماعة من الفقهاء
المتقدمين في العصور السابقة أن قالوا عندما تتوقف حياة الأمة الإسلامية على دراسة شيء من العلوم الدنيوية من أجل المحافظة على استقلالهم ومن أجل المحافظة على سيادتهم في هذه الأرض، يكون دراسة ذلك الفن فرضا كفائيا، إن أهمله جميع المسلمين هلكوا، وإن قام بعضهم بحيث يكفون إخوانهم المؤونة نجوا. فإتقان هذا العلم من العلوم الضرورية. كذلك الصناعات المتقدمة على اختلاف أنواعها، فليس أمر المسلمين ينحصر في إنتاج الأسلحة المدمرة فقط، إذ إنتاج هذه الأسلحة واقتناؤها إنما هو لإرهاب أعدائها، ولكن هناك صناعات تتوقف عليها حياة الأمم، فلا بد للمسلمين أن يتقنوا هذه الصناعات. هذا الأصل كما هو معلوم تقدمت فيه الصناعات إلى حد مذهل، وهذا الأصل هو أصل الحاسوب، هذا الأصل هو أصل الآلات التي تشكل شبكة لجمع المعلومات من أطراف العالم، وذلك ما يعبر عنه بالإنترنت. فليس من المعقول أن تكون مسؤولية المسلمين في ذلك كمسؤوليتهم في العصور السابقة، إنما عليهم أن ينافسوا أعداءهم وأن ينافسوا بقية الأمم في إيادة إنتاج هذه الآلات من أجل استخدامها في الخير بدلاً من أن تستخدم في الشر. على أن العقيدة هي التي توجه صاحبها، فالعقيدة السليمة هي التي تجعل حياة المسلم حياة مضبوطة بضوابط، بحيث لا يقدم على شيء ولا يحرم عن شيء إلا ببينة من ربه، فتكون الحياة بأسرها حياة استقرار وطمأنينة. أما مع فقدان الوازع العقدي بحيث ينحسر الإيمان، فلا ريب أن الفضائل تنحسر وتعود الحياة حياة الغاب، وتسود القوة وحدها بمنطقها، فلا تكون هنالك رحمة ولا يكون هنالك عطف من قبل القوي على الضعيف. وتأريخ الحروب في العصور الإسلامية الذهبية عندما كان مطبقاً كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان المسلمون حراساً على أن لا يخرجوا عن منهج الحق، مع العصور الأخرى عندما انحسرت العقيدة عندما ينظر الإنسان إلى ذلك يكفيه ما يشاهد ما بين وضع وآخر من فوارق تؤذن بأن العقيدة وحدها هي صمام الأمان، فهي التي تحفظ هذه القوى البشرية وتوجهها الوجهة البناءة، توجهها نحو المرحمة ونحو الخير، وبها تحفظ حقوق الإنسان. الذين ينادون الإنسان الآن بالحفاظ على حقوق الإنسان ماذا عملوا في حق الإنسان؟ فقد أهدرت
كرامة الإنسان. من الذي فجر القنابل الذرية فأباد الأخضر واليابس وأهلك الحرث والنسل؟ من الذي ارتكب الفظائع ولا يزال يرتكبها في حق البشر؟ الحقيقة الواضحة، مهما حاول الناس أن يكابروها وأن يغطوها، نعم، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التنافس طبيعة بشرية مستمرة، وجعل اختلاف المبادئ والأفكار والاتجاهات مؤججا لنار الحماس من أجل هذا التنافس. فلذلك كان على المسلمين أن يعرفوا ما هم مطالبون به وماذا عليهم أن يصنعوا، وهم معرضون لهذا كله. فالألم إذن من حق المسلمين أن يتقنوه لأجل أن يكونوا على دراية مما يأتون وما يذرون. ولا ريب أن الحفاظ على سلامة البنية البشرية من أسباب استقرار أوضاع البشر، ومن أسباب طمأنينة الحال في هذه الحياة. فلذلك كانت دراسة علم الطب دراسة ضرورية، ولا بد من أن يتجرد من كل مجتمع إسلامي من يدرس الطب. والمسلمون في العصور الغابرة كان فيهم الأطباء المهرة، كان في المسلمين الأطباء المتفوقون، وقد تعلم الآخرون من قبل المسلمين. ودين الله سبحانه وتعالى يدفع بالمسلمين دفعا إلى أن يتعلموا علوم الطب. ونجد أن من سلف هذه الأمة من قال: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وما على ذلك فهو بلغة مجلس. ونحن وإن كنا لا نسلم لهذه الجملة الأخيرة، إذ كثير من العلوم تتوقف عليها مصالح البشر، بل كثير من العلوم يتوقف عليه إتقان الفقه نفسه، فليس كله فن من فنون العلم ما عدا هذين الفنين بلغة مجلس. ولكن مع ذلك نرى ضرورة علم الطب. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا لأجل ما للنفس البشرية عند الله تبارك وتعالى من قيمة. فالنفس البشرية نفس مكرمة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وقد جاء: ما من داء إلا وله دواء إلا السام أي الموت. فكل داء جعل الله سبحانه وتعالى له دواء، علمه الناس أو جهلوه. وقد سمعت أنه اكتشف في الأيام الأخيرة علاج لسرطان الدم. هذا العلاج يستخلص من السر الذي يقطع من الأطفال،
فكل ما في هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى لمنفعة الإنسان. هنالك منافع منبثة في هذا الكون، لم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا عبثا، وهذا مما يؤكد صدق قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في هذا الكون فيه منافع لهذا الجنس البشري، فالأمراض على اختلافها، ما من مرض منها إلا وله علاج، علمه البشر أو جهلوه، إنما هم يتسابقون في مضمار اكتشاف هذه الأدوية التي جعلها الله تبارك وتعالى فيما خلق من هذه المولودات. وقد قلت بأن العصور الإسلامية السابقة كان فيها أطباء مهرة، ونحن عندما نرجع إلى التاريخ نرى أن غير المسلمين كانوا عالة على المسلمين في دراسة الطب، فكثير من أولئك درسوا الطب من مؤلفات المسلمين، كتب ابن سينا والفارابي والرازي وابن رشد والبيروني وغيرهم، بل نجد من أهل قطرنا هذا من الأطباء من كانوا متفوقين في علوم الطب، وإن كانوا مغمورين بمروا في خضم التاريخ، وإلا فهناك الكثير الكثير من المدونات التي تتعلق بجانب الطب تدل على ما وصل إليه الأطباء المتقدمون. وحسبنا بأسرة الهاشميين الذين برعوا في علم الطب، منهم صاحب اللامية المشهورة، والكثير ممن سبقوه من أسرته، والكثير ممن جاءوا من بعده. كانت هذه الأسرة أسرة متفوقة في علوم الطب، وكانوا على اتصال بالأطباء الذين هم خارج عمان، ومن بينهم أطباء فارس، ولربما استعان بعض الأطباء الخارجيين بهم، ورأيت كيف رسم أحدهم العين رسما دقيقا يعجب منه الإنسان، كيف توصلوا إلى هذا الرسم مع عدم وجود الآلات في ذلك الوقت. وقد كان بعضهم يعمل عمليات جراحية ويستطيع أن يعالج من خرجت أمعاؤه إلى خارج، أصيب أحد من الناس بنطح من قبل ثور ناطح فخرجت أمعاؤه، وعالجه أحد أولئك الأطباء ورد الأمعاء إلى داخل، وهذا مما ذكر في كتبهم التي دونوها كيف يكون هذا العلاج. ولو كان ذلك بوسائل بدائية، إذا ما قسنا تلكم الوسائل إلى وسائل هذا العصر، إلا أنها تعد وسائل متفوقة في تلك العصور السابقة. فهذا يدلنا على ضرورة دراسة علوم الطب، كذلك الصناعات المختلفة. الأمة هي بحاجة إلى دراستها، ومما يدل على سوء مخطط أعداء الإسلام عندما أرادوا أن يأخذوا مجموعة من شباب المسلمين للدراسة في أوائل عهود النهضة العلمية الحديثة،
كانوا يدفعون بهم إلى دراسة آدابهم لا إلى دراسة العلوم، لأجل أن يأتوا إلى بلدهم وقد تغذوا بأفكار الآخرين ويكونوا دائما في الجانب العلمي متأخرين، فكانت تلك الآداب تعكس أفكار عند الآخرين، ولذلك نشأ ما نشأ من المدارس الإلحادية في البلاد الإسلامية وفي المجتمع العربي بطريقة خاصة نتيجة أولئك الذين تغذوا في الجامعات الغربية وانحصرت دراستهم في الآداب ولم يدرسوا العلوم. هذا. أما العلوم التي تعود بالضرر على البشر فإنها علوم محرمة في الإسلام. قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الساحر والساحرة، وذلك لضرر السحر، وكتاب الله سبحانه وتعالى يدل على ذلك إذ يقول عز من قائل: فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق. فتعلم السحر محرم، وإن قال من قال من العلماء بأنه يجوز تعلمه من أجل اتقاء شره لا من أجل استخدامه، إلا أنه قيل بأنه لا يتمكن الإنسان من تعلم السحر حتى ينسلخ أولا من الإسلام، لأنه يتوقف على الكفر. فتعلم السحر حسب ما قرأنا في كثير مما دون يتوقف على الاستهانة بالقرآن الكريم والاستهانة بفرائض الصلاة، فقد يشترط المعلم على المتعلم أن يترك بعض الصلوات أو أن يستخف بالقرآن الكريم كأن يبول عليه أو أن يستخف بشيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذلك لأجل حصول الانسجام ما بين الساحر والشيطان الذي يملي عليه ويقف بجانبه. وقد يصل الأمر حسب ما قرأنا ببعض أولئك أن يمكنوا الشياطين من أنفسهم ليفعلوا بهم الفاحشة، وهذا كله يدل على أن تعلم السحر حرام. فالسحر بجميع فنونه هو محرم، لأن السحر يضر ولا ينفع، لا يمكن أن يتوصل إلى النفع من خلال السحر. فالسحر إذن كله ضرر، والعلماء تحدثوا فيما يتعلق بعلوم متنوعة، فقالوا بحسب ما اتضح لهم في هذه العلوم، من ذلك أنهم اختلفوا في دراسة علم الفلك، وهذا الاختلاف إنما يعود إلى ما فهموه من علم الفلك حسب المصطلح الذي ساد عندهم، فإن علم الفلك عندهم هو علم التنجيم الذي يتوصل من خلاله إلى ادعاء علم الغيب، بحيث يدعي من ادعى بأن هذا العلم يمكنه من معرفة الغيوب ويجيب على تساؤلات المتسائلين عن الأمور المغيبة
مع النصوص القطعية في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الغيب لله تعالى وحده. فالله سبحانه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، والاستثناء هنا لا يدل على أن الرسول يعلم الغيب، إذ الرسول كغيره من البشر لا علم له بالغيب، وإنما يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما يطلعه من أمر الغيب فيتحدث به بسبب الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه. أما إن لم يوحى إليه بشيء فلا يكون الرسول بحال من الأحوال عالما بالغيوب، كيف والله تبارك وتعالى يقول لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالذي يذهب إذن إلى أحد المنجمين فيحسب له حسابا ويدعي أنه اطلع على ما خفي على غيره بسبب ذلك الحساب من أمر ذلك السائل، إنما يعد ذلك تكذيبا لكتاب الله. الله سبحانه وتعالى يؤكد أن علم الغيب له وحده بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكل من في السماوات والأرض لا يعلمون الغيب، إنما يعلم الغيب الله تبارك وتعالى وحده، الذي خلق السماوات والأرض وأبدأ خلق الإنسان، فهو العليم بمساربه ومداخله ومخارجه وطوايا ضميره وما يتغلغل في أعماق نفسه، وهو العليم بكل ما وراء الحجب التي تحول بين البشر والوصول إلى الحقائق، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن علم الفلك للمصطلح المخالف لهذا المصطلح، وهو المصطلح الصحيح ومن العلوم النافعة وليس من العلوم الضارة، إذ ليس فيه ادعاء علم غيب، وإنما فيه النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق. وقد وعد الله عز وجل أن يجلي هذه الآيات للعباد في الأنفس وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويتوصلوا من خلال دراسة علم الفلك إلى معرفة الكثير الكثير من الحقائق القرآنية. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الحقائق في الكثير من الآيات، ولا يمكن التوصل إلى معرفتها إلا بدراسة علم الفلك. يقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فدراسة الفلك بحسب هذا المصطلح دراسة تعود بالنفع على العباد، بل ربما كانت من الضرورات لأجل فهم القرآن الكريم، بل هي من الضرورات من أجل إقامة الشعائر الدينية. فمن خلال دراسة علم الفلك يتوصل الإنسان إلى ضبط الأوقات ومعرفة
أو ومعرفة مواقيت الصلوات في الليل والنهار على مدار العام. لذلك كان ذلك من الضرورة بالنسبة إلى البشر، فهو علم يثاب على تعلمه، بل ربما وصل الأمر إذا توقفت مصلحة الأمة عليه أن يصبح من فروض الكفايات، يسقط وجوبه عن الأمة جميعا عندما يقوم به بعضهم. أما عندما يترك الكل دراسته يصبح الكل مشغولا بذمة، تصبح ذمة كل واحد مشغولة بمسؤولية تعلم هذا العلم. يختلف العلماء في دراسة الفلسفة، وهذا الاختلاف عائد إلى النظر في طبيعة الفلسفة. ما هي الفلسفة؟ ومن أين وصلت الفلسفة إلى الأمة؟ لا ريب أن الفلسفة هي علم عقلي، والمنطق الفلسفي قال من قال من العلماء بأنه بالنسبة إلى المعقولات كنسبة شأنه كشأن النحو بالنسبة إلى الحديث وضبط هذا الحديث عن الخطأ. فلذلك عندما يكون هذا العلم عند أناس أتقنوا الكتاب والسنة وأخضعوا كل شيء لموازين الكتاب والسنة، لا يكون من الأمور الضارة، وإنما تحفظ من تحفظ من هذا العلم بسبب أنه وصل إلى المسلمين من خلال دراستهم لثقافة اليونان ومواريثهم الحضارية. وقالوا بأن اليهود والنصارى تدرسه، ولكن كما قال الإمام السالمي رحمه الله تعالى لا يعني ذلك أنه يحرم على المسلمين أن يدرسوه، فاليهود والنصارى أيضا يدرسون اللغة ويدرسون النحو والصرف ويدرسون البلاغة، فلا يقال بأنه يحرم على المسلمين أن يدرسوا ما يدرسونه. وقد اشتغل كثير من علماء المسلمين بالفلسفة وأوغلوا فيه، واشتغلوا بجعل علم العقيدة منوطا بالمصطلحات الفلسفية، وهذه نقطة ينبغي أن نقف معها، فإنه ولا ريب ينبغي أن يكون علم العقيدة مبنيا على الأسس التي جاء بها القرآن الكريم، لا أن يكون مبنيا على تلك المصطلحات. وإن ساد ذلك في عصر من العصور فإن الأخذ بمصطلحات القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يمكن الدارس لعلم العقيدة من معرفة الصحيح من غيره ورد الزائف. ومع هذا كله نحن لا نتفق كما قلنا أكثر من مرة مع أولئك الذين يستأثرون للألفاظ من غيره أن يستخدموا عقولهم للتوصل إلى الحقائق التي تعنيها تلك الألفاظ، فلا بد من أن
استخدم العقل. إذ القرآن الكريم نفسه جاء رافعا من شأن العقل ومبينا لمكانته ومؤكدا على ضرورة استعماله. يقول الله تبارك وتعالى فيما يحكيه عن الكفار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول تبارك وتعالى مؤكدا على ضرورة استعمال العقل من أجل التوصل إلى اكتناه الحقائق: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلا بد من أن يستخدم الإنسان عقل ليصل إلى ما يعنيه هذا الكلام الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى من أجل بيان الحق من الباطل والتمييز بين الهدى والضلال. ونجد الآيات القرآنية الكثيرة تأخذ بالعقل البشري لتطوف به في آفاق هذا الكون من أجل تقرير العقيدة الحقة بسبب تأمل الإنسان في آيات الله تعالى الإبداعية في هذا الوجود. الله سبحانه وتعالى يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعندما بين سبحانه وتعالى الحقيقة الكبرى التي ينبني عليها المنهج القويم وهي حقيقة التوحيد في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أتبع ذلك قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وبث فيها من كل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هكذا يرفع القرآن الكريم من شأن العقل ويرفع من شأن العلم ويجل العلماء. بل بعد ما تحدث القرآن الكريم عن طبائع هذا الوجود أتبع ذلك قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا كله يؤكد ضرورة أن يكون النظر في مدلولات الأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبنيا على العقل السليم، وألا يكون القول في ذلك قولا عشوائيا صادرا عن التخبط وعدم النظر في مقاصد ألفاظ النصوص التي جاءت من عند الله ونطق بها رسوله صلى الله عليه وسلم والتي نطق بها رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، هناك أمور ضارة لا بد من اتقائها. دراسة الأدب الهابط التي ينزل بصاحبه إلى دركات الرذيلة
هي دراسة محرمة، فنشر الصور العارية والقصص الماجنة والشعر الهابط المنحل الذي يزين الرذيلة ويبغض الفضيلة إلى النفوس وما يتبع ذلك من انغماس الناس في الفحشاء والمنكر وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ذلك كله من المحرم. فلئن جاز أن يسمى ذلك علما فهو من العلوم المحرمة. كذلك تعلم الوسائل التي تؤدي إلى الاشتغال باللهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والصد عن سبيل الله سبحانه، ذلك كله مما يجب أن يتقى ولا يجوز. فتعلم هذه العلوم مما يدخل في ضمن الأحكام الخمسة التي تنقسم إليها أفعال العباد بحسب موافقة تلك الأفعال لحكم الله سبحانه وتعالى أو عدم موافقتها، وهي الواجب وهو ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه، والمحرم وهو بعكس ذلك أي يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، والمكروه والمندوب وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو يعود إلى النية من حيث الثواب والعقاب، أما هو بنفسه فلا ثواب ولا عقاب عليه، ولكن عندما يؤطر في إطار قصد سليم يثاب عليه، وعندما يكون بخلاف ذلك يعاقب عليه، أي يعاقب على تلك النية التي صاحبته كما يثاب على النية الصالحة التي صاحبته أيضا. هكذا تكون هذه العلوم بحسب اختلاف آثاره. فمن العلوم ما يكره للإنسان أن يدرسه، وتلك العلوم التي فيها إضاعة للوقت، بدلا من أن يستغل الإنسان الوقت فيما يعود عليه بالخير ويعود عليه بالصلاح، وبدلا من أن يستغل ذلك الوقت في دراسة العلوم النافعة يضيعه في دراسة ما لا ينفعه. هذه الدراسة تكون مكروهة، ومن ذلك القصص الخيالية التي لا جدوى فيها بحيث لا يستفيد الإنسان منها فائدة أدبية ولا فائدة علمية ولا حكمة في حياته، وإنما ربما شغله ذلك حتى يصبح تائه الفكر، لا يميز بين الحقيقة والخيال ولا بين الواقع وغيره، وربما كانت دراسة بعض العلوم من الأمور المباحات عندما تكون غير عائدة بجدوى ولا تتحقق منها مضرة، وتكون دراسة علوم ما مندوبا إليها وهي ما كان دون الواجب وتتحقق بها منفعة، فلا بد من ضبط هذه الدراسة بهذه الضوابط الشرعية والحكم عليها من خلالها. ونقتصر الآن على هذا القدر، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب والسداد، وأن يوفقنا لصادق القول وصالح العمل، ونأمل ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا إلى الحديث عن
الجانب الديني من العلوم في الدرس الآتي إن شاء الله. والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول: ما هو الطريق الأمثل الذي ينبغي على الشباب المسلم الأخذ به لمواكبة التقدم والتطور العلمي الحديث في هذا العصر؟ قبل الإجابة على السؤال، أنا أريد أن أشد الانتباه إلى ضرورة التقيد بالتعبير القرآني. القرآن تشريع تعبيري كما أنه تشريع تعبدي، ولا ينبغي للإنسان أن يخرج إلى عن تعبير القرآن. أصبح الناس الآن لا أدري لماذا يتركون التعبير القرآني جانبا، وبسبب ذلك أهملوا العربية، ضاعت العربية وشاعت الأخطاء، ولربما أدى ذلك إلى عدم فهم مقاصد القرآن. ربما أدى ذلك، أول العرب لا يقولون ينبغي عليك أن يفعل كذا، بل ينبغي له. هذا علينا أن ندرك ذلك. وإن شاع الآن ينبغي على كذا أن يفعل كذا، ينبغي عليه أن يفعل كذا، ينبغي علينا أن نفعل كذا، لا، هذا لا يوجد في كلام العرب الذي نزل به القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما قال وما ينبغي عليه. كيف تقرؤون هذه الآية الكريمة ثم لا تقلدونها في التعبير؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا بد من تقيد بالتعبير القرآني لأجل السلامة. نحن نريد أن نشق طريقنا إلى الأمام، علينا أن نستمسك بالقرآن، علينا أن لا نفرط في شيء من القرآن الكريم. هناك الكثير، ربما نتعرض الآن، أصبح كثير كثير من الأخطاء التي ترتكب، والناس أرادوا أن يتفننوا ليرتفعوا فارتكسوا. نسمع الآن من يقول: كلما كان كذا كلما كان كذا، يدخلون كلما هي أداة الشرط، يدخلونها في الشرط وفي الجواب، كلما كان كذا كلما. اقرأوا كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، ما قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما قالوا كذا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الله تعالى يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه آيات قرآنية واضحة، ما الداعي؟ هذه أداة شرط. هل يقول إنسان إن فعلت كذا إن فعلت كذا، أو يقول إن فعلت كذا فعلت كذا؟ لماذا تكرر أداة الشرط في الجواب وفي الجزاء؟ نسمع الآن كلمات غريبة، غريبة عن استعمال العرب، وغريبة عن القرآن الكريم، بعيدة كل البعد عن التعبير القرآني. أرادوا أن يتفننوا في التعبير فارتكسوا على رؤوسهم. أما بالنسبة إلى الطريق الأمثل الذي ينبغي للشباب المسلم الأخذ به لمواكبة التقدم والتطور العلمي، فهو واضح، هو كما يقول الزمخشري: ينبغي لكل واحد منهم أن يكون، قول الزمخشري هو الذي يلهج به لسان حاله: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني الجد، الجد سبق من سبق بالجد،
وتأخر من تأخر بالإهمال. ينبغي للكل أن يجد، بل يجب على الكل أن يجد من أجل الوصول. العالم الغربي قبل فترة ليست ببعيدة كان منهم من يقول بكروية الأرض يعدم ويحرق بسبب هيمنة الكنيسة التي ترى أن سعادة الإنسان فيما أن يغمض عينيه وأن يسد أذنيه وأن يغلف على فكره حتى لا يتوصل إلى حقيقة من الحقائق فتضله. كانوا إلى هذا الحد، شقوا الطريق وسبقوا، هم تركوا دينهم جانبا، ألقوا بدينهم جانبا وطرحوه جانبا لأنه ينافي التقدم العلمي. الحقائق العلمية تتناقض مع أفكار هذا الدين، أما نحن فبخلاف ذلك. نحن كلما اكتشفنا أمرا يأتي به العلم، كلما اكتشفنا حقيقة من حقائق العلم نزداد إيمانا بديننا. نفس كروية الأرض كما ذكرنا من قبل في درس ماض، القرآن الكريم يشير إليه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كل واحد منهما يكون مكور على الآخر ككور الأمام كما قال المفسرون. هذه حقائق جاء بها القرآن الكريم قبل أن تصل إلى الغرب بقرون وقرون. هم لما جدوا وصلوا إلى حيث وصلوا، ونحن تأخرنا. فإذا لا يمكن أن يكون الجاد كالمهمل، فمن أبطأ به سيره ليس كمن جد في السير. السائل يقول: كيف نوفق بين الآيات التي تنص على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وبينما يحصل لكثير من الناس من كشف الأمور عن طريق تعلم علم الأسرار، وذلك ما حدث لبعض علمائنا رحمهم الله من كشاف بعض الأمور المستقبلية لهم؟ الجواب: هذا ليس من قول الغيب، وإنما يلهم الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ما يلهم بناء على مقدمات ينظر إليها، ويستطيع من خلال النظر في تلك المقدمات بسبب ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نور في بصيرته وحصافة في رأيه وقوة في تفكيره أن يبني النتائج على المقدمات. هذا يحصل الكثير من الناس، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في الأمم التي كانت من قبلنا ملهمين، وبين أن عمر رضي الله عنه يتصف بهذه الصفة. فهذا إلهام يلهمه الله سبحانه وتعالى من شاء. ينظر الإنسان بحصافة رأيه وبثاقب فكره وبنور بصيرته فيبني النتائج على المقدمات، وقد تكون هذه النتائج غير واضح لسائر الناس الذين لا يتعدى نظرهم ما قرب إلى أحداق أبصارهم. أما أولئك الذين ينظرون نظرة بعيدة يلهمهم الله تبارك وتعالى الحقائق.
السائل يقول: نرى أن بعض أهل العلم لا يحبذ دراسة علم الطب في العصر الحالي، وذلك بسبب الاختلاط وتعرض الطبيب لكثير من الفتن الكثيرة التي أدت بالكثير من الأطباء إلى الانحراف الكبير بعد أن كانوا ممن يشار إليهم بالبنان في جمعهم بين الطب والدين. من أجل هذا يرى هؤلاء أن التوجه إلى المجال التربوي التدريس هو أفضل للطالب وأسلم له وأنفع لمجتمعه. نرجو توضيح هذه القضية حيث إنها من الأهمية بمكان. الجواب: ولمن يترك علم الطب؟ على الإنسان أن يتقي الله تعالى حسب استطاعته، وأن يحرص على أن لا يقع في محارمه عز وجل، ومع هذا يتعلم ما ينفع به عباد الله تعالى مع إتقانه لأمر دينه وضبطه لسلوكه وتصرفه حسب ما يوحيه إليه دينه وعقيدته. كذلك سؤال آخر يدور حول هذا الأمر. السائل يقول: من المعلوم أن الأمة الإسلامية محتاجة إلى الطبيبة المسلمة وخاصة في أمور النساء، فكيف يمكن الموازنة بين هذه الحاجة وبين ما نراه من حدوث بعض الأضرار لتلك الطبيبة حاضرا أو مستقبلا أولا تأخر سن الزواج مما يؤدي إلى الأنوثة. أي كلمة الأنوثة سنقف عندها إن شاء الله. نوعية اللباس الضيق الذي ترتديه الطبيبات، الاختلاط الذي لا بد منه في هذا الوقت، إلى غير ذلك من الأضرار والمحظورات، فدفع المضرة أولى من جلب المصلحة، فنرجو إيضاح ذلك. الجواب: ونحن نقول بأن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولكننا مع هذا ندعو إلى الحرص على الالتزام بالأخلاق بجانب إتقان ما تدعو الضرورة إليه، لأن انكشاف المرأة لا بد للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيبة أو الطبيب، فهل أولى أن تذهب إلى طبيب أو الأولى أن تذهب إلى طبيبة؟ أولا هكذا. أو هل أولى أن يكشف عليها رجل أو أولى أن تكشف عليها امرأة؟ ثم هل أولى أن تكشف عليها امرأة غير مؤمنة، امرأة كافرة، أو أولى أن تكشف عليها امرأة مسلمة مؤمنة تخشى الله تعالى وتتقيه؟ مع أن الله تبارك وتعالى عندما فرض على النساء المؤمنات ألا يبدين زينتهن إلا لطائفة من الناس قال: أو نسائهن، أي النساء المؤمنات دون النساء الكافرات. فعلى المؤمنة أن تتجنب من كشف زينتها وكشف مفاتنها للمرأة الكافرة أو المرأة الفاسقة ولو كانت هي معدودة في المسلمات، إذ لا تؤمن تلك المرأة الفاسقة من أن تتحدث عنها أمام الرجال بما يزين لهم بما يجسد لهم محاسنها ومفاتنها. فإذا وجود الطبيبات المسلمات أمر ضروري، ومع هذا ندعو إلى التغلب على هذه المشكلات. فأولا ندعو إلى التعجيل من الزواج حتى في سن الدراسة، وأنا أعرف نفسي دارسات في الطب تزوجن قبل التخرج، وهذا مما ينبغي عدم إهماله. بالنسبة إلى اللباس كذلك، هناك والحمد لله من الطبيبات من يلتزمن باللباس الإسلامي، فلا بد من ذلك. الاختلاط عليهن أن يتقينه بقدر
الاستطاعة، والله تعالى يعينهن على ذلك. أما قضية الأنوثة هذه أيضا من الكلمات التي شاعت عند الناس وهي غير عربية، يقال عنست الفتاة أنوثا، عنست أنوثا، لأن مصدر فعل اللازم فعول لا فعولة، مصدر فعل اللازم فعول، وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطرار كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان فدر أو فعالا، لفعل اللازم قس فعولا، ما لم يكن لغيره مجعولا، فالامتناع بابه الفعال، والصوت ودى لهما فعال، والسير والصوت الفعيل استوجبا، وفعلان مقتضى تقلبا. كما يقال خرج خروجا ودخل دخولا وقعد قعودا وجلس جلوسا، لا يقال جلس جلوسة ولا قعد قعودة ولا كذلك أنست، أنست الفتاة أنوسا. فلا توجد كلمة أنوثة في القواميس العربية قط، لا توجد هذه الكلمة. القواميس العربية نصت على الأنوث لا على الأنوثة. سؤال: ما هو رأي الفقه في تشريح الجثث التي هي جزء أساسي في دراسة الطب؟ وما هو رأي الشرع في التشريح الجنائي لمعرفة سبب موت الإنسان؟ وهل يجوز شرعا فحص الطالب المتدرب في الطب لامرأة إن كان ذلك إيجابيا للطالب أن يتعلمه؟ الجواب: أولا قبل كل شيء، بالنسبة إلى التشريح، يعني الله تبارك وتعالى جعل للإنسان أيا كان حرمة، فللإنسان حرمته سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن لغير المسلم حرمة الإنسانية، هذه لا بد من أن تراعى. ولذلك عندما تكون هنالك ضرورة إلى التشريح فيقدر ذلك بقدر الضرورة من غير زيادة، لا يتلاعب بأجساد البشر حتى لو كانوا مسلمين. ثم في حالة الضرورة ينبغي أن يتقيد في ذلك بكون هذه الأجساد التي تشرح هي أجساد غير المسلمين، عندما تكون هنالك ضرورة داعية، أولا لأن دينهم لا يمنع من ذلك، فهم يعاملون بحسب ما تقتضيه عقيدتهم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة لم يجعل لمقبرتهم حرمة كحرمة مقابر المسلمين، وذلك لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر باستئصال قبور كانت في الموضع الذي بنى فيه مسجده عليه أفضل الصلاة والسلام، وتلك القبور كما جاء في الرواية كانت المشركين، فلا بد من التقيد بهذا. وبالنسبة إلى فحص الطالب المتدرب، هذه القضية فحصه للمرأة، ما هو الجنس الفحص؟ ثم من ناحية أخرى، قد يمكن أن يتم ذلك عند زوجته، بينه وبين زوجته، يفحص زوجته وهي أيضا تفحص زوجها وتنحل المشكلة. يمكن بعض الفحوص أن تكون بين المحارم، بعض الفحوص يمكن أن تكون بين المحارم من أجل تحقيق المنفعة ومن أجل اجتناب الوقوع في محارم الله.
ونقتصر على هذا القدر، والله سبحانه وتعالى نسأله الرشد والتوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.